النبوي. الإمام محمد ابن سعيد الصنهاجي البصيري المصري رحمه الله مؤلف هذه البردة التي نحن اليوم في رحابها وفي أروقتها نتأمل في هذه الجدران هذه الأبيات، وكل بيت كتب برسالة قلبية عظيمة. هذا المعلم التاريخي الذي فاقت به مصر على كثير من البلدان، لما؟ لأنهم تزج هذا المكان بحب الحبيب المصطفى. مكان تاريخي، مكان سياحي، مكان له بصمة عظيمة في تجديد الخطاب الديني، مكان فيه إرث لأمة الحبيب المصطفى، مكان هو منارة للعلم. عندما ترى على هذه الجدران وهذه الرسوم الأجيال التي من بعدنا، كما نقرأ اليوم كثير من رسومات الأوائل، يدركون أن هذه الأمة كانت تعظم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا الإمام الصنهاجي البصيري رحمه الله عندما أصابه المرض ونذر أنه يكتب أبياتاً ثم يتوسل بها إلى الله عز وجل، فشفاه الله سبحانه وتعالى بعد أن توسل بهذه البردة التي سميت بالبرأة. البرأة أي أنها برئ قائلها، ويبرأ كل من توسل إلى الله بها. نعم، برئ قائلها ويبرأ كل متوسل إلى الله بها من أي مرض ألم به.